يسأل ويقول ماذا أفعل إذا توضأت؟ وعندما انتهيت من الوضوء تذكرت أني لم أمسح على رأسي، فهل أعيد الوضوء لأنه يشترط في الوضوء الترتيب أم أمسح على رأسي فقط؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا تذكر أنه لم يمسح على رأسه وكان العهد قريبا وكان بلل الوضوء لا يزال موجودا، فإنه يمسح على رأسه ويغسل رجليه ويكمل وضوء أو لوجود الموالاة. أما إذا طال العهد وامتد الوقت ويبست الأعضاء فإنه يعيد الوضوء من جديد لوجوب الموالاة، على أن الذي نوصي به أنه لا يتفاعل مع الشكوك والأوهام، خصوصا إذا انتهى من الوضوء فإن الشكوك بعد أداء العبادة والانتهاء منها لا تؤثر، لكن إذا تيقن أنه لم يمسح على رأسه فكما ذكرنا سابقا والله أعلم.